مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد محكمة استئناف في الموضوع الشهير لعدد كبير من المغاربة كيتبعوه، موضوع باب دارنا. مشاهدينا الكرام، أطوار الأخيرة للجلسة، الجلسات اللي كانت صراحة مدة طويلة، اليوم الأخير، الكلمة الأخيرة للمتهمين أمام السيد الرئيس، سواء الموثق سواء العنصر الجوهري في الموضوع اللي هو الوردي. غادي نشوفوا شنو الكلمات الاخيره اللي قال الوردي واللي قال الموثق مع الرئيس، كيفاش شافتهم امينه ضحيه من الضحايا ديال باب دارنا اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع. عدد هائل من المغاربه في المغرب وخارج المغرب تعرضوا للنصب والاحتيال في هذا الموضوع ديال العقار، اللي كلشي كيتبع هذه القضيه. مشاهدينا الكرام، غنشوفوا مع الاخت امينه اخر التطورات في الموضوع والكلمه اللي شافت المتهمين كيقولوا قدام الرئيس. ونحن الان على جد مقربه من الحكم النهائي ان شاء الله للقضاء الجليس، غادي يقول الكلمه ديالو. اختي امينه، سمعتي الوردي الكلمه الاخيره، سمعتي الموثق، كيفاش شفتي الامور؟ ايوا الامور تضحك في حقيقه، هذه تضحك كضحايا. ان اولا النوطير، نبدا بالنوطير، هو المتهم الوحيد اللي لولا النوطير ما كانوش الضحايا غادي تورطوا بهذه المبالغ الكبرى، او الضحايا بعدد كبير من الضحايا. بلا ما نكررها، بانه هو تبرأ من هذه القضيه تماما، بما انه هو ليس بنصاب، هو عنده خبره كبيره، بما انه درس في فرنسا وعنده خبره كبيره في المغرب منذ سنه 20 عام ديال مزاوله هذه المهنه. هذه يبرئ نفسه، هو تبرئ نفسه، انا لست بنصاب، لست انا خدمت العمل ديالي مع الوردي كشركه عاديه، كموظفين عاديين، كتنتعامل معه كان تتعامل مع اي شركه في المغرب. مع العلم ان تنشوفوا هو ونصبته وكذا فحالو فحال رئيس المجموعه باب دارنا. هذا من جهه، من جهه اخرى ان الوردي تبرع بنفسه كذلك، ان انا لست بنصاب، انا امثل شركه، شركات، مجموعه شركات، اولا شركه استثماريه في الاراضي، شركه فلاحيه، هذا، وشركه كذلك في البناء، دونك ثلاثه المشاريع في هذه المجموعه ديال الشركات. دابا تيقول بانني انا لست بنصاب، انا كنت غادي مع مالي الاراضي، وكنت عندي وعودات مع اصحاب الشركه، مع اصحاب الاراضي، وكنت انا يا نزيه، انا لست بنصاب. تكررها وتعاودها. دابا عطوني ضحايا، عطوني وكاله باش انا نكمل هذوك المشاريع او هذوك الاراضي، مع العلم انه ما عنده حتى شي حاجه في سميته نهائيا، لا فيلات ولا حتى شي حاجه. لو واخا تكون شراكه ما كاين والو موثوق او وعد بهذا، ما كاين حتى شي واحد. اصبحنا مع الورثه، دابا مالي الاراضي اصبحوا ورثه، وصلنا واحد الدائره مفرغه. حنايا كضحايا ما غاديش نقبلوا بهذا الشيء كله، ولكن الكلمه الاخيره هي ديال رئيس المحكمه، بما اننا دابا في المداوله، عندنا بوز باش يكون المداوله، الكلمه الاخيره هي اللي غتبقى لرئيس المحكمه، وتنتمناو يكون هذا الشيء في صالح الضحايا، لان الضحايا بغاو يسترجع الاموال ديالهم فقط. هذه من جهه، من جهه اخرى الجلسه الفارطه كانت واحد النقطه ضراتنا كضحايا، وخرجنا واحد النفسيه مدمره، ان الممثل ابناك كانت عنده المرافعه الجلسه الفارطه. حنايا كضحايا ما قلناش لهم هما يا داخلين معنا في القضيه، لا ابدا، حنا بغينا الابناك تورينا السيوله ديال الاموال، بما ان الفلوس تيدخلوا اليوم تيخرجوا غدا، بما ان هذه المبالغ كبرى تتخرج وما تعرفوش الطراز ديالها، ما كاين لا كونتابيليتي جينيرال ديال الشركه، ما كاينش لا كونتابيليتي جينيرال ديال الابناك، البنك الام لا داعي لهذاك البنك الام، والمؤسسات البنكيه هي اللي خصها تدخل لنا في هذا الشيء. عطاونا واحد الجواب غير مقنع بتاتا بصفه الضحايا، وتنتمناو هذه القضيه غادي نعاودوا التحقيق ان شاء الله باذن الله، ونكون عندنا لصالح الضحايا باسترجاع الاموال ديالهم. هذا ما عندي ما اقوله، شكرا. ننتظر الحكم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا، هذه هي اخر الجلسات موضوع باب دارنا، الكلمة الأخيرة المعني بالأمر الوردي، وكذلك النوطير كما صرحت الأخت. الوردي يتكلم أنه شركة ليست بشركة عادية، لها من الإمكانيات
لي تحقق به إنجازات على مستوى العقار، ولكن واقع الحال له رأي آخر. مشاهدينا الكرام، في الأخير تطلب من الضحايا أنهم يديروا لي وكالة، لما لا كما كيطمح يغير أو يحل إشكالية كبرى في موضوع ديال الناس اللي تضروا بأموال طائلة. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع كنت حاضر في الجلسة وتبعت بطبيعة الحال هذا الكلام اللي قال. تمنيته لو صراحة تأسف للعدد من الناس اللي توفوا من هذا الموضوع، وكذلك الناس اللي تضروا في الوضع الصحي ديالهم، اللي تنور الرأي العام أكثر في الموضوع. كما درجت في إحدى الفيديوهات مع الأخت أمينة في الموضوع، كاين الناس اللي توفوا، كاين اللي مرضوا، كاين اللي الوضع ديالهم من أصعب الأشياء، مأساة صراحة. مشاهدينا الكرام، موضوع العقار موضوع بين مد وجزر، إشكاليات قانونية تتطرح، ولكن الحنكة ديال القضاء الجالس واخذ الملف بجدية وبحنكة، وله من تجربة ما يكفي. كما لا ننسى الشكر الجزيل للسيد الوكيل العام والمرافعة الراقية في جوهر وقلب الموضوع لتبيان الحقيقة أكثر فيما يخص خروقات هذه الشركة. مشاهدينا الكرام، نحن الآن ننتظر الحكم وسوف نوافيكم بالجديد من يصدر الحكم فيما يخص موضوع بازارنا. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.